شو تبيت؟ ما بشي، بس قلت لحفت. منو سكر الباب؟ انا. اخوك وينه؟ للحين مايا. شفنا امي؟ خلاص يا امي، حرام عليك. صرت المسجد ولا ذابحنك الشوق على ام عيون وساع؟ امي حرام عليك، الحرمه تسمع. غانم سيروا داخل. وانا مصدقه عمري ويالسه ترياك، ولا حطيت راسي على مخده ولا غمضت العين. بس تعادي يا امي. كل هذا وانت واقف حدر الشمس تضرب على راسك وانت مو حاس؟ شو عسد، ما في حرمه بهالدنيا غير فاطمه؟ شو ناوي علي يا غانم؟ ناوي على الثالثه؟ اذا هي على فاطمه تجيب لك 10 بنات. دام انت موجوده في هالدنيا ما تدش حجرتها الا لما يجيك الولد وتسميه على اسم ابوك. حمد راح ابو حمد، يا ابو حمد رقد ابو حمد. سمعت يا غانم؟ الريال يسمونه باسم ولده، ابو فلان، لا ابو عليا ولا ابو بوزة ولا ابو غيرهم. يعلك الضربه انت وبناتك ان شاء الله. خلاص خلاص يا امي، حرام عليك، هي مو بيدها، الناس كلها سمعت. يا ويلك يا سواد ليلك، ان شفتك عندها مره ثانيه. المركب كل اللي فيه حريم ما ينفع، ما يقدر علينا وخذ واحد. فهمت؟ افهمها يا غانم، افهمها يا امي. يا غانم يا بدريه. خالتي ناديني، يمكن يبغى شيء. يلتي وما لك خص فيه، عيل اليوم بحط له عقله في راسه. بدريه يا ولاد، خليني اسير له، اكيد يبغى شيء. يا بنتي انت للمتى بتتمين شي طيبه؟ بيتك هاي مخلتنه ما يعمل لك حساب. ولدي وانا عارفتنه ما يهمه الا روحه، ولا بيتعلم يلين ما حد يعلمه ويقسى عليه. يلسي، أقول لك يلسي. بدرية! 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 بدرية وصبخ بصري! السلطان! الله يهديك، دامنك أنت يالسة للوالدة، قولي ها صار لي ساعة أزقرك، ما يشتكي بارك الله فيك. انت لمتى بتمجي؟ متى بتستوى ريال؟ انا؟ يا الكذاب. انا؟ يلي مو بريال. بريال؟ انا يا امي؟ لو كانت اختك يستوى فيها كذي ترضى؟ الحمد لله، ما عندي خوات، مرتاح. تتمسخر بعد؟ بس ايش عاد امي؟ جالسه تنازعيني قدام الحرمه؟ حشمي مني شوي؟ ما يستوي بارك الله فيك؟ الحين تذكرت ان عندك حرمه؟ انا متذكر زين ان عندي حرمه، بس خلي هي تتذكر. صار لي ساعه ادور كندوره مو محصل، وهي من امس تدور على ابو حق ولدها يوديه حق مبارك مو بلاقي. ولد منو؟ وشو الفايده اقول لك منو؟ يمكن حتى اسامي عيالك ما تعرفهم. امي حرام عليك، انا جاي من الخفاره تعبان، خبريني شو السالفه. سالم يا سلطان. سالم؟ من سالم امي؟ وين ابتي سالم يا حمات الحطب؟ شفت؟ حتى اسامي عيالك ما متذكرنهم. صالح ولدك كان مريض، سير حطه بحضنك، خلى مره واحده يحس انك ابوه. صالح ولدي؟ صالح الغالي، صالح. أبو
صباح. هلا ابوي. انا وميتة سايرين عند فاطمه. برايكم وسلمولي عليها. الله يسلمك. يلا بنيتي. انا بسير وسوي غدا حقك وحق اخوك. على وين امي؟ مو بشغلك. دام انكم من الاول مو براضين تقولون كلمه ترضيني انا اخترت. خلاص عيل خبريها بشرطنا عقب ما تيب الولد. بعدها الله كريم. انطبي انت يا الكسيف قص لسانك. امي وانت سايره سمي بسم الله الرحمن الرحيم وقبل لا تطقين الباب فكر فيها. بعدين ما ينفع الندم. انتوا لو تدرون النار اللي في قلبي تشوفونها بقلوبكم كان حسيتوا فيني. ما تنفع الرمسه يا واضحه. امي يوم في راسها شيء بتسويه. بس لو تحس بقلبي ساعه واحده ما استوى هالعناد هذا. امي بتحرق الاخضر واليابس يا واضحه. ادري فيها. حاسه فيك يا اخوي. وفاطمه بعد يا واضحه حاسه فيها بعد. الله يكون بعونها.